أصبحت البريطانية مارغريت كينان البالغة 91 عاما أول شخص في العالم يتلقى لقاحا ضد فيروس كورونا، وحصلت كينان الثلاثاء على أول جرعة من لقاح شركتي فايزرز الأمريكية وبيونتيك الألمانية. وقالت مارغريت كينان إن اللقاح الذي تلقته أفضل هدية مبكرة لعيد الميلاد، وستعطى الأولوية في التلقيح للذين تجاوز أعمارهم 80 عاما. نتابع التقرير. يوم تاريخي في بريطانيا، يوم يفتح الباب أمام البريطانيين والعالم للتفاؤل ببدايات محاربة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في شل حركة البشر وتغيير شكل الحياة لمدة قاربت سنة كاملة. بريطانيا بدأت صباح اليوم تنفيذ قرارها الذي ينص على تعميم لقاح فايزر بيونتك المضاد لكوفيد-19، واختارت من أجل سير ممنهج للعملية 50 مستشفى ستكون الأولى في استقبال جرعات اللقاح الأولية، والتي يقدر عددها ب800,000 جرعة، حيث ستكون الطواقم الطبية في هذه المستشفيات بالإضافة إلى مراكز رعاية المسنين مكلفة بحقن الفئات الأكثر ضعفا من حيث المناعة والمرجحة أكثر للتضرر من أعراض الفيروس المستجد، وهم كبار السن والعاملين في دور الرعاية الصحية. بريطانيا تعاقدت مع الشركة المنتجة للقاح فايزر بيونتك على ما يناهز 4 ملايين جرعة أخرى يتوقع وصولها وتعميمها على فئات من الشعب بداية من عام 2021، بالإضافة إلى تعاقدها مع شركات منتجة للقاحات أخرى بما يضاهي 350 مليون جرعة. متخصصون يرون في التجربة البريطانية نموذجا تستفيد منه العديد من الدول، سواء في منهجية توزيع اللقاح وإيصاله للمستشفيات والمراكز الصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار تعقيد العملية وحساسية التعامل مع الجرعات التي تتطلب تخزينا خاصا في درجات حرارة جد منخفضة، بالإضافة إلى السرعة والدقة في الاستعمال التي تحول دون تلف الجرعات بين أسبوع وعشرة أيام. إجراءات صحية معقدة وحذر كبير في التعامل مع أولى جرعات اللقاح، وانتظارات شعبية في شتى أنحاء العالم لتقييم التجربة البريطانية، وأسئلة عديدة تطرح تنتظر إجابات عنها، أهمها نصيب دول العالم الثالث من اللقاحات المعلن عنها في ظل اجتياح الفيروس لها، وعدم شفافية أنظمتها في الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للمصابين وللمتوفين، وكذلك ضعف بناها التحتية. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفتي عبر سكايب من لندن دكتور ليال الوعر، الصيدلانية المختصة في علوم أورام الدم والأطفال. أرحب بك دكتور ليال. إذن أخيرا بدأ العالم بتلقي جرعات ضد فيروس كورونا، والبداية من بريطانيا. هل نحن أمام بداية مرحلة الهجوم المضاد على فيروس كورونا؟ مثل ما تفضلت، بريطانيا من أول الدول اللي حتعطي لقاح فايزر. الحقيقة هذا أمر مفرح جدا، لأنه حتكون هي مثل ما منقول بوابة النهاية إن شاء الله لفيروس قضى على أكثر من 1 مليون من الناس، قضى على حياتهم، قضى على الاقتصاد، وقف الدنيا مثل ما منقول. فإن شاء الله هي كان حتكون يعني بداية النهاية والقضاء على هذا الفيروس الفتاك. هل يحمل هذا اللقاح الأمل للعالم في التعافي من هذا الفيروس والحد من التفشي لهذا الوباء؟ هل المعلومات المؤكدة من شركة فايزر أنه هذا اللقاح بيعطى على جرعتين، خلال الجرعة الأولى وبعد 3 أسابيع تعطى الجرعة الثانية، نسبة الفائدة أو نسبة مقاومة الفيروس 90%، وهي نسبة مشجعة جدا. ليس معروف إذا كان حيعطي اللقاح حماية أكثر، هي يعني مناعة للجسم مثل ما منقول، أو أنه نحن لازم نأخذ اللقاح هذا بشكل سنوي مثل ما بناخذ الفلو فاكسين أو اللقاح الإنفلونزا العادي كل سنة. لا يعرف لحد الآن أنه هذا الفيروس هو يحمي المصاب أو حيمنع انتقال المرض، هذا ما بيبين غير بالتجارب اللي هلأ هي فايزر قائمة فيها، لأنه اللقاحات تجربت، نحن هلأ بالمرحلة الثالثة والرابعة.
اتجربت على أكثر من 40,000 شخص ب 42 دولة. فهي يعني نحن هلأ اللقاح يؤخذ لحتى نحمل مثل ما بنقول المسنين ونحمل الناس العرضة أكثر للفيروس من غيرها. ولكن هذا الغموض دكتور ليال، هذا الغموض في نتائج اللقاح أبقى أسئلة عالقة ومفتوحة في أذهان الكثير من الناس حول أعراض اللقاح ومخاطر هذا اللقاح ومدى جدوى أو الجدوى من هذا اللقاح. لا أعتقد أنه هناك غموض، كل ما في الأمر أنه نحن هلأ يعني كان في سباق لأنه ينوجد اللقاح، وما كان في وقت كبير لحتى أن الشركات تدرس الأعراض الجانبية، لحتى تدرس الأخطار، لحتى تدرس قديش فعاليته. ما بعتقد أنه في غموض، أكثر ما هو أنه جس يعني فقط سباق مع الوقت لحتى الشركات يعني تقدر مثل ما بنقول نقضي على الفيروس ونوقف وفاة الناس. يعني الفيروس نفسه هو مصنوع من شفرة جينية للبروتين سبايك اللي هو يغطي سطح الفيروس التاجي. هاي التقنية صح جديدة، بس هي يعني حق اللقاح يحوي مثل يعني على mRNA اللي هو المادة الوراثية، فهي المادة الوراثية تحمل البروتين الشائك أو السبايك، يتم حقلها بالجسم، تدخل الخلايا، حتدخل البلازما، ما حتدخل نواة الخلية، حتدخل البلازما، فهذا الحمض النووي رح يعطي الأمر للخلايا ببناء البروتين سبايك غير الضار، بحيث يكون جهاز المناعة جاهز للاستجابة إذا واجه الفيروس. هلأ اللقاحات التقليدية بالعادة هي تعطي الجسم جرعة مخففة أو معطلة للمرض. لقاح فايزر مصمم لأنه يعطي الجسم أو لأنه مصمم ليجعل الجسم ينتج الأجسام المضادة. بس يعني الشركة لم تعلن على أي مخاوف من ناحية الأمان. علينا يعني نحن أنه نأخذ بالحسبان أنه كل العقاقير واللقاحات حتى حبوب الباراسيتامول لا يمكن أن تكون آمنة 100%. ما في أي دواء آمن أو ما عنده أي لماذا أعراض. إذن دكتور ليال، لماذا إذن رغم التطمينات في بريطانيا هناك قطاعات واسعة إلى اللحظة مترددة في أخذ هذا اللقاح؟ ربما يعني البعض يرى بأنه حملات التوعية ربما غير كافية. أظن في يعني دائما في ناس بتكون موافقة وناس معارضة، بس يعني أنه نحن الطاقم الطبي هو من أول الناس اللي حتاخذ اللقاح. يعني ما معقول اللقاح إذا غير آمن نحن نجازف بحياتنا وبحياة أطبائنا وحياة النيرسات وحياة الصيادلي. يعني أنا من أول الناس، أنا وزوجي حناخذ اللقاح. أنا لو بعتقد أن اللقاح هو أكثر خطر علي وعلى يعني عائلتي من الفيروس نفسه، أكيد ما رح أخذه. بجوز ما كان في حملات توعية، بس صراحة الوقت ضيق. طيب دكتور ليال، الوقت ضيق، اللقاح لازم ينعطى بفترة قصيرة، ظروف التخزين وظروف نقل اللقاح وظروف درجة الحرارة اللي لازم نخزن فيها وجاهد يعني مثل ما بنقول ما في أي مشفى عند اللقاح، لازم ينتقل بدرجة حرارة تحت 70 وبعدين يتخزن لمدة 5 أيام بين 8 و8 درجات. طيب دكتور ليال، إذا كان هذا اللقاح إلى هذا الحد آمن وسيستخدم بشكل واسع في بريطانيا، لماذا لم تنضم أي دولة أخرى إلى بريطانيا في المصادقة على هذا اللقاح وسلامته؟ فايزر قدمت لبريطانيا طلب للموافقة عليه، والـ MHRA كانت من أول الجهات المختصة اللي درست اللقاح مثل ما بنقول. ف يعني هو اختبر على عدد من الأشخاص بتجارب طبية، فحصته الجهات المختصة MHRA بعناية ومنحت موافقته على استخدامه.
الجهات المختصة بأمريكا، الفايزر قدمت لهي الجهات الأدوية والأغذية، منظمة الأدوية والأغذية في أمريكا هذا الأسبوع، وتتم دراسته حالياً. طيب، ولكن البعض يرى بأن تقديم الحصانة القانونية للمختبر المنتج لهذا اللقاح ربما يشي بأن هناك مخاوف من ثغرات في هذا اللقاح، أم أن الأمر عادي في هذه الحالات؟ الأمر عادي، مثل ما قلت لك أنه كل العقاقير واللقاحات حتى حبوب الباراسيتامول لا يمكن أن تكون آمنة بنسبة 100%. من بين 42 ألف أخذوا اللقاح، اشتكى عدد منهم بخلال يعني بعد أخذهم للقاحات من الصداع والإرهاق لفترة ضيقة، لكن كلها هي متوقعة عند أخذ لقاح فعال يقوم بتحفيز المناعة، هي كلها أعراض متوقعة. وطبعا في ناس كتير، في ناس عندها حتى حساسية من الباراسيتامول، لو هالشخص هذا أخذ باراسيتامول وصار عنده حساسية وبعدين رفع دعوة ضد الشركة ممكن كتير أنه يربحها، فهذا هو السبب أنه أخذت حصاني، لأنه في ناس كتير يعني في ناس حتكون تطلب تعويض سواء اجتهم يعني صار عندهم فعلا أعراض أو ما صار عندهم. طيب، إلى أي مدى سيكون هذا اللقاح متوفرا في العالم وفق مبدأ المساواة بين البلدان وبين الشعوب وحتى بين المواطنين أو الناس المقيمين في بلد واحد، كما تعلمين بأن ترامب أعلن أن الأولوية ستكون لمواطنيه؟ هو صح أعلن ترامب، بس مثل ما شفنا نحن بريطانيا هي أول الدول اللي أخذته. أنا بتمنى أنه يكون إن شاء الله في مساواة وعدل، وأنه يتوزع على الدول النائية والدول اللي محتاجة قبل الدول المتطورة، لأنه بالنهاية كل العالم له مصلحة أنه يقضي على الفيروس، فنحن لو قضينا عليه بالبلاد المتطورة وضل بالبلاد النائية الفيروس حيرجع ينتشر، لأنه في ناس حتروح لهذيك البلدان وفي ناس حتيجي من هاي البلدان. فالطريقة الوحيدة، وخاصة أنه كثير من شركات الأدوية أعلنت أنها ما حتكون رابحة وحيتوزع ببلدان عدة بثمن التكلفة فقط، فلذلك إن شاء الله أنه حيكون في مساواة بتوزيع، لأنه هي مصلحة الجميع، مصلحة الدول المتطورة قبل النامي. نتمنى ذلك. أشكرك جزيلا دكتور ليال الوعر، الصيدلانية المختصة في علوم أورام الدم للأطفال، كنت معي عبر سكايب من لندن.